تعزيزا لمستوى الخدمات الصحية والطبية الحديثة، قامت إدارة الخدمات الصحية ببلدية توكرة والتابعة لوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة بافتتاح 4 عيادات صحية مجمعة تم تجهيزها بالمعدات والأجهزة الطبية والمواد التشغيلية اللازمة. مدير إدارة الخدمات الصحية ببلدية توكرة قال أن العيادات التي تم تدشينها وتجهيزها هي عيادة برسس ودريانا والوضيات والحمدة. قمنا اليوم وفق استراتيجية وزارة الصحة أن عام 2019 عام الرعاية الصحية الأولية بتدشين 3 عيادات في برسس، منطقة برسس والحمدة ودريانا. أيضا افتتحنا عيادة جديدة للرعاية الصحية الأولية، عيادة سليمان الحوتي. كل هذه الإجراءات تأتي في إطار تثبيت أسس واستراتيجيات الصحة على المستوى الأدنى وتقريب الخدمة للمواطن. العيادات 4 تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة رسم القلب وكذلك أجهزة لقياس نبض الجنين وجهاز فحص بالموجات فوق الصوتية الألتراساوند وعيادات أسنان متكاملة وكذلك غرفة طوارئ وتزويدها بطواقم طبية وطبية مساعدة على مستوى جيد. هذه العيادات ستقدم خدماتها للمواطنين على حد سواء في كل التخصصات التالية: في معامل التحاليل، في الأشعة، في رعاية الأمومة والطفولة، في التصوير بالسنتيمترية اللي هو الألتراساوند، بالرسم القلب، بالإسعافات الأولية اللي هو قسم الطوارئ. كل ما يلزم المواطن من خدمة ستقوم هذه الخدمات العيادات بتوفيرها بإذن الله. افتتاح هذه العيادات تم بحضور وزير الصحة ومسؤولي القطاع وعدد من أعيان ومشائخ البلدية وأعضاء مجلسها. وفي الختام أقيم حفل ألقيت به العديد من الكلمات الترحيبية وتم خلاله تكريم العديد من الشخصيات والكوادر الطبية التي كان لها دور بارز في قطاع الصحة وكذلك تكريم كل من ساهم في إنجاز هذا العمل. لقناة ليبيا الحدث، خليل البرغثي.